ترقد تحت هذا الركام أحلام قتلت، ففي كل منزل قصص وحكايا دفنت مع أبطالها صغارا كانوا أو كبارا. أما الناجون فيلاحقهم الخوف والرعب، وبات العيش بين الجدران كابوسا يؤرقهم. مهند شاب سوري فقد أخويه تحت الأنقاض، وعاش مع عائلته هول اللحظات الأولى للكارثة، ورغم عدم تضرر منزله بات يخشى العودة إليه لتغدو هذه الخيمة مستقرهم. الإشاعات اللي صارت، الضعف المعلومات اللي عنا الجيولوجيين، اللي نحن ما بنعرف عنه شيء، آبائنا وأجدادنا ما عاشوا هاي الفترة اللي صارت، فنحن عنا خوف مكبوت ما عم نفرجيه للأولاد للعيال. فأنا كيف بدي أقنع عيلتي إنه نروح نسكن وأنا في عندي خوف بداخلي من هذا اللي راح يصير؟ يعزو المختصون ارتفاع إحصائية الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، خصوصا بين الأطفال في عموم المناطق التي ضربها الزلزال، إلى ما عاشه السكان من خوف وذعر منذ لحظاته الأولى. في ناس تقريبا أصيبوا في هذا المرض، وطبعا النصيحة وهو هذا الأهم هو حسب تعامل الأهل مع هذا الطفل أو هذا الشخص اللي أصيب بهذا المرض. طبعا في عنا خطين، الخط الاول هو الاخذ لطبيب نفسي، والخط الثاني انه المعالجي الشخصي بالبيت. في ظل غياب مراكز الصحة النفسية عن المناطق التي ضربها الزلزال المدمر ومراكز الإيواء والمخيمات، يؤكد ناشطون على ضرورة العمل الجاد لإخراج الناجين من هذا الاضطراب الذي أصاب الكثيرين منهم. ما بين مطرقة قصف النظام والميليشيات الإيرانية على مدار سنوات وسندان الخوف والمعاناة والنزوح إثر الزلزال، تستمر مأساة السوريين الذين باتت الخيام أقصى أحلامهم، رغم أن قماشها لا يقي برد الشتاء ولا حر الصيف. محمد الأشقر، العربية، مدينة إدلب.